تسالك حاله شيحه بس قبل ما قبل ما توجه. انا معايا والدها دكتور احمد شيحه. يا دكتور احمد الف سلامه عليك. الله يسلمك الله يسلمك يا استاذ. انت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. طيب انا مش لن ارهقك، ولكن انا عارف ان انت لم تتكلم مع اي اعلامي او مع اي قناه فضائيه، ولك وقلت انا فرحت بحجاب ابنتي لانه انا اعرف الدين انه معتدل وفي سلام وكذا. يعني رسالتك ايه؟ طيب يعني وضح لنا هذا الكلام. اولا اللي انا عايز اقوله بوضوح شديد جدا، ان حالة لما لبست الحجاب لبسته عن قناعاته الشخصية بدون تدخل اي حد، وسيبك من كل الكلام اللي بيتقال ده ان انا اعرف كويس او انت ما بقولك ده، حالة لا علاقة لها باي تيارات دينية ولا متطرفة ولا اللي بيقولوا عليه خديجة واللي بيقولوا عليه اميرة، كل الكلام ده غير صحيح تماما تماما. هي هل هي تأثرت بزوجها الكندي؟ دي كلها مؤامرة بتتعمل على البنت، لان هي خدت موقف ان هي تخلع الحجاب بعد ما هي اطلعت على الدين والفقه لمدة 11 سنة واقتنعت تماما بان هذه الاشارات الدينية هي اشارات للتمييز بين الناس، وان هي لابد ان تستعيد حريتها وتعود لما يعني وهبها الله تقدمه لمجتمعها ولاسرتها. الهيجان ده كله معمول علشان حالة شيحة يوم لبس الحجاب. بنات كتير من المجتمع المصري تبعوها، ودلوقتي هي عندهم مشكلة ان حالة شالت غطاء الرأس. ده في داعية بكى يا دكتور احمد. لماذا لا يبكون على اولادنا الذين قتلوهم في مسجد الروضة بالظبط 300 وشوية صحيح. من المصلين صحيح في داخل مسجد قتلوهم بدم بارد صحيح صحيح. لماذا لا يبكون ولا يعزون المصريين في شهداء الوطن في كل موقع؟ صحيح. انا عايز الناس دول نحن في مصر كنا من حضارة مصر المبكرة أمة واحدة. نعم. لا اعراق فيها ولا طوائف ولا كل هذه الاشياء التي تفتت الامم. صحيح. طيب حضرتك فرحت ليه بعودتها؟ حضرتك فرحت لها ان هي اخذت قرارها الشخصي دون تدخل من احد. حضرتك قلت لي ان هي ثلاث سنين بره مصر ما كانتش بتيجي مصر، وان هي كانت يعني متاثره بزوجها وقاعده متفرغه هناك لتربيه الولاد. لا 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 ابدا. اولا يوسف ده راجل طيب وكان مؤثر عليه، انما هو اتكلمها وقال لها انا موافق على اللي انت عملتيه وانا هقف جنبك زي ما انت وقفت جنبي 12 سنه انا هقف جنبك. اولا حالة بنت يعني متدينة وتعرف الدين تعرف ربنا وهي ليست بحاجة لأي إشارة لتميزها عن غيرها من الناس على الإطلاق. أنا شخصيا أقول لك أنه قياس وحدة قياس الأمة في وحدة شعبها، وإذا كنت عايز تكسر أي أمة واحدة اعمل فيها أحزاب تتصارع وأعراق تتصارع ومصر لا عرفت فيها، وده لازم نعرفه. مصر عرفت الإله قبل نزول الأديان وعرفنا التوحيد. نعم. أنت مربيهم على كده أساسا يا دكتور أحمد؟ أنت طبعاً مربيهم طبعا طبعاً, طبعا يعني سواء حلا أو هنا أو مايا، لكن انت هل يوم ان قررت ترتدي النقاب هل كلمتها؟ هل ناقشتها؟ انا قلت لها حاجه واحده بس.
قلت لها حينما يمتلئ كأس إيمانك يا بنتي هتعرفي ان ده كله لا علاقة له بالله. طيب ردك على الذين هجموها واعتبروا انها دخلت الردة او ارتدت عن الاسلام؟ هؤلاء الناس الذين يحاولون ان يصوروا ان خلع الحجاب هو خلع الدين او خلع الاسلام، هؤلاء جماعة موتورين وعندهم مشاكل نفسية وعايزين يتعالجوا نفسيا اساسا يعني. طيب اما لازم يعرفوا حاجة ان كل هذا دخيل على مصر، ومصر سوف ترفض في اليوم القريب اذا كان بكره ولا بعده كل اصناف التمييز، والتمييز الديني زي التمييز العنصري. صحيح. وانا اربع باي واحد يعمل في الاعلام ان يسمح لاي واحد يتكلم عن مسائل التاريخ، كان مصر دي هم 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 بعضهم زي بنت خيرت الشاطر وبنت عزت وقالوا انها كانت كادر وان احنا وقفنا جنبها ودعمناها. هذا كلام مردود عليه من تلقاء نفسه لان هم عايزين يضربوا البنت فيهير الظهير الشعبي ليها في الشارع المصري، ولن يستطيعوا على الاطلاق. لن يستطيع احد. ليه بقى؟ لان حينما ينور الله عقل الانسان هذا العقل هو نور القلب. نعم. والذي ينير القلب وحينما يمتلك الفتاة القصيرة فهو يتخطى كل المشاهد الابتدائية اللي بنشوفها حوالينا ويصل إلى جوهر الأشياء. صحيح. وصلت لجوهر الدين. صحيح. وعرفت تماما وهي صلبة وقوية. طيب هي أول جملة قلتها لها. أقول لك حاجة يا أستاذ محمد. اتفضل. دي بنت مصر وبنتكم. إذا أنتم ما وقفتوش على هذا مع هذا القرار الحر بمجابهة هذه الجماعات الإرهابية فأين يجب أن تكونوا؟ صحيح. أنا بتفق مع حضرتك. لما هي بلغتك ولا بلغت مامتها الأول بقرار خلع الحجاب؟ أقسم بالله العظيم ويشهد عليها الله سبحانه وتعالى سادي يا فندم إن أنا فوجئت أنا ومامتها وأخواتها بأنها أخذت هذا القرار واحنا فوجئنا بيه تماما. واخد بال حضرتك؟ قلت لها ايه طيب بقى اول ما قلت لها من الواضح ان انت يعني إن زي ما قلت لك قبل كده امتلأ كأس ايمانك. قالت لها ايوه يا ابويا امتلأ كأس ايمانك بس كده. ده تعبير فناني كالعادة يعني. يا صديقي العزيز الدين الحق هو الخير والعدل. نعم. والحكمة. نعم. والعقل. نعم. اللي أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. أن ينير به قلوب البشر. صحيح. حتى يتعاملوا مع بعض. صحيح. في منتهى المحبة. طبعا. والله محبة. صحيح. وإن كانت المحبة في قلبك. تمام. والله في قلبك. طيب الرسالة اللي حضرتك تحب. لا نفرق في مصر يا أستاذ محمد. نعم. لا نفرق في مصر. نعم. بين المصريين أبدا. صحيح صحيح. طيب الرسالة الأخيرة اللي تحب تقولها لحالة وهي أغلقت موبايلها وما بتردش وقالت أنا في انعزال أو في إعادة يعني اللي أنا عرفته عايزة تعيش في سلام نفسي مع نفسها بالضبط كده يا أستاذ محمد. هي أولا لو أي واحد يعني يضع نفسه مكانها في وسط هذا الهجوم الشرس من هذه الجماعات المتطرفة المتشددة التي تقتل أبنائنا في كل مكان. نعم نعم. يعني هذه الهجمة الشرسة ودي بنت طيبة القلب وهي لا تحمل كراهية. رسالتك ليها ايه؟ قول لها ايه دلوقتي وهي سمعانا؟ بقول لها اذا خدت هذا القرار وانت تملكي الصلابة والقوة لتقفي امام هذه الاشياء وتعودي لفنك بصلابة فأهلا وسهلا بيكي مصر لا أقول لك أهلا بيكي أحلى. أكيد أكيد. دكتور أحمد شيحة بشكرك وألف سلامة عليك وإن شاء الله نلتقي قريبا على خير. كل الشكر لحضرتك يا فندم. بشكرك الفنان التشكيلي والكاتب والباحث والأكاديمي الدكتور أحمد شيحة شيخ رد